السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث. اكتمل عقد طلب بالجلسة الخاصة لمناقشة التركيبة السكانية، خاصة بعد ما أثير يعني على إجراءات يجب أن تتخذ في قضية نسب التركيبة السكانية وأيضا فرض بعض الرسوم أو الضرائب على الوافدين. من جانب آخر صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمقي بأنه طلب مقدمي هذه الجلسة بالتريث حتى لا يتحول الخطاب إلى عنصري، وبالتالي أيضا يعني خلينا نقول ايضا يؤثر على قد يكون يؤثر على مكانه الكويت امام المحافل الدوليه. من جانب اخر قدم المستجوبين استجوابهم الى وزير الاعلام وزير الشباب والرياضه الشيخ سلمان الحمود، ووضعوا ايضا اللاءات، هي لا للتاجيل لا للسريه لا للشطب ايضا لا لحاله التشريعيه. راح تناقش في قضيه الاستجوابات وايضا بعض المواضيع التي كانت مثار جدل في خاصه في الاسبوع الماضي وفي مجلس الامه الحالي من بدايه دور النقاد. ورحب بضيفي عضو مجلس الامه النائب محمد دلال، حياك الله ابو عبد الله. حياك الله، الله يحفظك. بدايه ابو عبد الله، خلينا نتكلم شوي على استجواب الرياضه، وبرزت بعض التصريحات من بعض الصحف الالكترونيه بان النائبين محمد دلال واسامه الشاهين سيقفان مؤيدان للوزير، حسب التصريح نسب الى الوزير ايضا انه قال ان انتوا راح توقفون معه، صحيح ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء يعني أحييك أخوي أبو حسين على هذه الدعوة، وأحيي قناة الكوت كذلك، وأحيي مشاهديكم الكرام. الله يسلمك. يعني طبعا احنا في الشهر الثاني الآن من عمر المجلس، ولعل يعني تبين للمواطنين أن هناك مجموعة من القضايا اللي أشغلت المجلس. نعم. من أبرزها موضوع الوثيقة الاقتصادية اللي طرحت ثاني أسبوع، صحيح، والآن هي مفترض يكون في جلسة نقاش عام. موضوع الجنسية طرح نفسه كذلك، ومعالجة الخلل اللي صار في موضوع الجنسية، خاصة كانت وعود انتخابية ما قبل، كانت وعود انتخابية، كذلك قانون الانتخابات. من القضايا اللي طرحت كذلك قضية الرياضة. يعني شيء مؤلم أن الرياضة الكويتية واقفة على مستوى العالم، وصار لها سنوات، وإحنا في صراع سياسي، الكل يعلم أن هناك أطراف سياسية في الساحة الكويتية هي المتسببة في عملية الإيقاف من طرفين، طرف الكويت وطرف خارجي. وتقلت أن الصراع سياسي، يعني صراع سياسي، أنا هذا رأيي من زمان وقلته بشكل واضح، كثير يتكلم أن هذا صراع سياسي. هذا صراع سياسي، والمعالجة جزء منها سياسي وجزء منها يتعلق تشريعي، اللي هو تعدل القانون، معدل القانون، نرجع قانون 2012 ما نرجع قانون 2012، لكن الأساس هو صراع سياسي مرتبط بصراعات سياسية خارج حتى البرلمان. فالمستجوبين بعد ما شافوا أن بعد المدة الزمنية جلسة النقاش شكلت لجنة الرياضة والشباب، قعدوا بلجنة الشباب الرياضة، التمهل الحكومي، عدم تقديم كل ما يفيد أن هناك رغبة جادة في موضوع رفع الرياض الإيقاف عن الرياضة الكويتية، تقدموا حسب ما يعني سمعناه منهم باستجوابهم. الأخوة الثلاثة دكتور وليد الطبطبائي والأستاذ حميد السبيعي والنائب كذلك عبد الوهاب الباطين. أنا قلت بعد ما قرأت القراءة الأولية للاستجواب، قلت وجهة نظر، قلت يا جماعة الاستجواب في جانب منه مفهوم وواضح ومستحق بشكل كبير جدا، هو قضية الرياضة، واضحة المسألة عندي والنقاط المذكورة واضحة. قلت في جوانب أخرى في الاستجواب هي عبارة عن عناوين ما فيها تفصيل. أنت قلت بحاجة إلى مستندات مثلا، إيه فيها تفصيل، التفصيل لما يقول والله هناك تجاوزات مالية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، أوكي، لما تذكر هذه المعلومة أوكي، أنا محتاج أني أنتظر لجلسة الاستجواب أسمع المعلومات والوثائق والمستندات اللي راح يقدمها المستجوبين، وكذلك أسمع رد بس الوزير. بس عبد الله خليني أقول لك شيء، الاستجواب لما قدم بعض النواب خلينا نقول قريبين منك، لكن تصريحك هذا اللي قلت عناوين دون تقديم مستندات كأنك نوعا ما بقول حطيتهم بزاوية، ولكن أحرجتهم، وفسر أنه وقوف مع الحكومة أبدا، وحتى الحكومة طلبت بعدها تفسير. ما تتوقع أن أنت نوعا ما التصريح هذا ساعد الحكومة لإيجاد مخرج وأيضا أحرجت النواب؟ أبدا، الحكومة ما تحتاج أن أحد يساعدها، الحكومة عندها مستشارينها وعندها جيش من المستشارين في التعامل مع الاستجوابات، أن هذا يقولون دستوري مو دستوري، هذا نحتاج استيضاحات أكثر غيره، كل هذا شأن الحكومة. لكن أنا مو مطلوب مني كنائب، وإن كان أشوف الاستجواب مستحق ويتطلب، وأنا صرحت حتى أمس مدي أولمس قلت زين إن يبقى أنا لا أنا يؤيد الاستجواب من حيث المبدأ،
وأرفض بشدة هالأصوات المشبوهة اللي أنت بتحطني بالخانة الفلانية أو مع الحكومة أو غير. في بعض الأصوات هي في بعض الحسابات في التويتر الوهمية هي اللي قاعد تدفعنا في هذا الاتجاه، تحط صورتك وتقول علمنا من مصادر خاصة زين إن والله فلان وفلان محمد وأسامة محسوبين على الطرف الحكومي في قضية نقلا عن الوزير على حسب هذه. الكلام مو صحيح. مو صحيح. وإذا الوزير قال هذا الكلام يسائل عن هذا الأمر، وإذا فعلا ثبت لدي إن قايل هالمعلومات أوكي راح يكون لي موقف في الاستجواب منه، فإذا كان قايل هالكلام بافتراض إنه قايله جدلا يعني، لكن بأمانة أنا قلت بشكل واضح، هل الآن مطلوب منا إحنا لما يقدم استجواب إني أنا أيد عمياني وأنا ما قريت مادته ولا شفت مستنداته؟ هل الاستجواب، لأن الاستجواب هي مسؤولية ثقيلة، يا أنك أنت تعطي الثقة حق هذا الشخص أو تمن أو تسحب منه الثقة. هل مطلوب مني أنا لما ينحط عنوان عام في جزئية تتعلق بمخالفات مالية في الذمة المالية للشخص، هل مطلوب مني أني أنا أحكم على الاستجواب قبل لا أشوف المستندات؟ لذلك أنا كلامي كان واضح، قلت إذا المستندات مؤثرة بلا شك أن الاستجواب سيكون مؤثر بشكل كبير. البعض وعبد الله يقول لك أن السيناريو حتى الحركة الدستورية أيضا تخرج من الحرج، ممكن يكون دكتور جمال حربش ما يحتاج الحركة يوقفون ضد الاستجواب، وأنت والاثنين أنت وسامي شاهين أما تكفون مع الوزير أو تكونون بامتناع، والامتناع راح يفسر السيناريو. أبدا أبدا، أنا الحقيقة كثير من هالأطراف قلت لك أكو أطراف مشبوهة وأكو أطراف تحاول تجرنا إلى مواقف معينة أو تبي تطلع مواقفنا من الآن في استجواب، حتى الآن ما سمعنا الطرفين بشكل واضح. وأنا أقول بكل وضوح الحركة الدستورية لم تتخذ قرارا أيدت الاستجواب من حيث المبدأ. واستجواب مستحق أوكي، بالذات إحنا في قضية الرياضة عندنا مسألة واضحة جدا أوكي، في قضية الإعلام إحنا نبي نسمع، نبي يمكن المستجوبين خلال الأيام الجاية يوضحون بعض المعلومات راح تكون مؤثرة بشكل كبير جدا. في إطار الرياضة أبو عبد الله، إذا وقف الوزير وكانت في بعض التسريبات أو بعض التلميحات، وما صرح يمكن في وزير العدل في الأسبوع الماضي أن الوزير يسأل في الأمور المختصة فيه، لكن البعض يقول لك أن القضية الرياضة هي قضية تشريعية، فبالتالي هذا خلل دستوري، كيف سيسأل الوزير عن أمر تشريعي ويحمل هذه المسؤولية؟ باعتقادي أن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ حتى من الناحية القانونية هناك الكثير من المهام المطلوبة من الجهة الحكومية التنفيذية في تطبيق القانون نفسه، صح قانون لازم يساق بهذه الطريقة، لكن أنت اللي حليت الاتحادات، أنت اللي تعاملت ورفعت قضايا على المنظمات الدولية، هاي مو مكتوب بالقانون أنك ترفع قضايا على المنظمات الدولية وتستعدي المنظمات الدولية. وقفوا الكويت. أنت اللي أرسلت. هم واقفين الكويت فلازم. أنت اللي أرسلت. هذه ممارسات، الممارسات هاي ممارسات تنفيذية، يحق للمجلس أن يراقبها، يحق للمجلس أن يسأل عنها، أوكي؟ فبالتالي اللي يقول هذا الكلام أعتقد يعني أكو إشكالية في تعاطي القانوني مع الموضوع. إذا طلب الوزير إحالته إلى التشريعية، هل ممكن يتم أو تشطب الاستجواب كما حدث في المجلس الماضي؟ شنو الموقف من الحكومة ككل في هذا؟ أنا أعتقد على الوزير أن يصعد المنصة، وهو قال في تصريح له في جلسة مناقشة الرياضة أن أنا مستعد أصعد المنصة. هذا ما قبل تصريح وزير العدل. يعني الآن أنا ما لي علاقة بتصريح وزير العدل، أنا أقول لا مجال لهذا الاستجواب، واضح بشكل واضح في جانب أعتقد الاختصاص الشباب والإعلام. ما أتكلم عن تفاصيل الأخرى، أنا أعتقد مهم جدا أنه هو يعني كوزير يصعد المنصة ويجيب على الأسئلة، وفي ما في حاجة للروح الدستورية ولا التشريعية ولا الشطب ولا إلقاء بعض المحاور، ما في داعي. فإحنا خلنا نسمع من المستجوبين، وإذا الوزير عنده ردود يلا خلي يسمعنا، وفي النهاية المجلس يتخذ قراره. أوكي، خلت خلف في موضوع آخر، يمكن أنت وقعت على جلسة معالجة التركيبة السكانية. نعم. مع الدكتور عبد الكريم الكندري. نعم. البعض يتكلم اليوم، خاصة صرحت منظمة العفو الدولية وأيضا دكتور عادل الدمقي كونه رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه دعا للتريث، لأن خاصة حتى لا يتحول الخطاب إلى عنصري. تأيد التريث فيه أم أنت مع الذهاب إلى الجلسة؟ قضية التركيبة السكانية علي من صار لها سنوات وهي موجودة على الرف. التركيبة السكانية موجودة في كل الخطط التنموية الأخيرة، أن احنا نبي نعالج الخلل، هل كلام الحكومي، الخلل في التركيبة السكانية. أوكي. أن هناك إشكالية بين أعداد الكويتيين وغير الكويتيين.
الآن حسب الإحصائيات الرسمية، أنا أقول لك هذه إحصائيات رسمية، عدد الكويتيين أو نسبة الكويتيين 31%. أوكي. وعندنا العدد الباجي 69% هم غير كويتيين. عدد كبير جدا قاعد يزاحمنا في المستشفيات، يزاحمنا في المرور، يزاحمنا في مؤسسات الدولة، مزاحمة المواطنين في كل شيء. ويقول لك أنت وهناك عمالة، وهناك عمالة زين غير مهمة حتى يزاحمنا في الوظائف الحكومية. أنت تعلم أخي الكريم، وأنا سأل أحد الوزراء المسؤولين وهذا الكلام صار أسبوع بس، قلت له كم عدد الغير كويتيين في الوظائف الحكومية؟ فقال إحنا عندنا 40%، 40% غير كويتيين في الوظائف الحكومية، الجهاز الحكومي. وإحنا عندنا تقريبا بطالة قاعدة من بناتنا وأبنائنا اللي يتخرجون، والأعداد قاعد تزيد الآن، بيت النازل عدد اللي ينتظرون 20,000. أوكي، في حين عندنا غير كويتيين. مو بس كذي، إحنا قاعد نستجلب مع احترامنا وتقديرنا للأشخاص مستشارين من برا الكويت. أوكي. ماشي، أعمارهم تزيد على 65، خبرة قانونية على إيه، بس أعداد كبيرة. ونقول حق الكويتيين وعندهم خبرات تقاعدهم بكر بأعمار 50 و55، هذا تناقض. أنا ليش أجيب الأعداد الكبيرة جدا؟ والآن يثبت لدينا أن كثير من هذه الأعداد خبراتها بسيطة، مهاراتها بسيطة، غير مطلعة على تشريعاتنا ونظمها وآلية عملنا، تحتاج تدربهم عشان يعرفون الستركتشر والنظام القانوني والإداري للكويت، وتقع في وياهم مشاكل لو تعطيهم مرتبات عالية. قالت وزيرة شؤون احنا بحاجة الى، اذا بنعدل 10% بحاجة الى يمكن 10 إلى 15 سنة، وخاصة ان العمالة الكويتية عمالة غير مهارة، وفسر تصريحنا في بعض المهن ما يقدرون يشتغلون فيه، هذا اللي يخلي يمكن اعداد الوافدين هي اعداد كبيرة يعني. لذلك شفت التصريح اللي صادر من الاخت وزيرة الشؤون ام احمد، او مو هذا يحتاج الى ان احنا نسوي جلسة نقاش نقول يا جماعة هل فعلا نحتاج 10 سنوات 15 سنة؟ هل فعلا نحتاج ان احنا نجيب ونجلب من الخارج بعض الاطراف واللي احنا بحاجه لهم؟ زين، احنا الان قاعد نقول ان نبي نتخلص من اعداد كبيره من ما يسمى بالعماله الهامشيه، شنو اجراءاتنا اللي تمت في هذا الموضوع؟ شفت هذه التساؤلات. طبعا اللي صرح فيه رئيس لجنه حقوق الانسان اخ عادل الدمخي، عضو مجلس الامه واخرين، من ضروره احترام كرامه الوافدين والمقيمين، هذا شيء اساسي ما عندنا اختلاف وياه. لكن احنا نفس الوقت احنا عندنا تجار اقامات، وتجار الاقامات هذول ما يهتمون لا مواطنين ولا مقيمين، بالعكس المقيمين بعضهم يتعاملون معاهم بدرجه دنيا في التعامل وفي تجاهل لحقوق الانسان، من خدم ومن عمالة ومن غيره. صحيح. وسوالف يندلها الجبين. تدري أنت كثير من هالشركات المقاولات هي شركات وهمية، والهدف منها بس أنه يبون عاملين ويقطونهم بالشارع، لكن ماخذين من هالعاملين فلوس وحاطينها في الجيب. إنزين، هالمناقصات بعضها اللي يتم سواء بشكل مباشر أو بالباطن، الهدف منها في النهاية جلب عمالة، وتعال يجيبهم وادفن الكويت فيهم من أعدادهم، تعال مرور مشكلة، وظائف مشكلة، مشاكل صحة مشكلة، وتعال عاد من هالمشاكل مشاكل أمنية واجتماعية بشكل كبير، حتى وزارة الداخلية مملحقة معاهم، سجن الأبعاد يعاني سواء في مشاكل حقوق إنسان يحتاج إلى معالجة، أو أن أكو أعداد كبيرة قاعدة سنة وسنتين حتى الآن لم ترحل. والسبب هالعمالة الكبيرة. إنزين، الكويتي وينه؟ المواطن وينه؟ وين حقوقه؟ لذلك هي أولوية. أولوية كانت في الانتخابات. أوكي. أولوية رئيسية دون المساس بكرامات الناس. وأنا أعتقد كثير من المقيمين والموافدين إحنا محتاجين لهم. أوكي، لكن بقدر. أنت الحين لما تروح دولة ثانية ما تعطي أولوية للمواطنين، تعطي نوع فيها من الخشية أن تكون فيها خطاب عنصري، أو أن استعدائهم، أو أن الحطم من قدرهم مثلا. لا، أنا أتفق مع الرأي اللي قال الأخ عادل، إحنا الراعي في هذا الجانب، لكن لا يمنع أن نناقش الموضوع ونبحث الموضوع. أوكي. ونطرحه. إحنا لسنا مثل ما اليمين المتطرف في فرنسا ولا في أمريكا حاليا ولا غيره من بعض الدول اللي تدعو لإلقاء الآخر وإلقاء المسلمين وإلقاء إحنا وإحنا بالطور. إحنا عندنا أخلاقياتنا الشرعية وعندنا أخلاقياتنا الدستورية اللي تفرض علينا احترام الآخرين، لكن ما إحنا مضطرين نجيب عمالة أكثر من اللازم. أوكي. هذا شيء أساسي، ولذلك الموضوع سيعالج ويطرح، وأنا أعتقد الخطوة مستحقة ولازم يكون في خطوات، وخلت تكون الحكومة جادة. أوكي. وخلت تنفذ على الأقل. ترى مشكلتنا بالبلد كلها أن أكو قوانين وأكو قرارات في الموضوع، بس تعال نفذوا
يا حكومة إشكاليتنا هذه الكبيرة، راح نعالجها بهالجلسة. البعض اليوم يتكلم على المجلس أن مجلس الأمة ابتعد عن أولوياته، يعني العزل السياسي، رجع الجناسي، عادة النظر في القوانين يتعلق بالحريات، الحبس الاحتياطي غيرها. ما تشوف أن المجلس لما لجأ إلى التركيبة السكانية أو لجأ إلى قانون الرياضة ترك أولوياته؟ لا أبدا، كل موضوع من هالمواضيع له طريقة معالجة. يعني الآن لما نيجي مثلا بالوثيقة الاقتصادية طرحناها في ثاني أسبوع من عمر المجلس، ثاني أسبوع ماشي بشهر ديسمبر، وتحديدا أنا أقول لك ب 12 ديسمبر أو 13 ديسمبر ماكو بلشنا. أوكي، بل أنا قدمت مع أسعيت، أنا عديت الطلب جلسة النقاش بالوثيقة الاقتصادية. الوثيقة الاقتصادية اختصاص حكومي، هي ليست قانون. قالت الحكومة أعتقد على لسان وزير المالية أنا ممكن تعدل عليها. أنسي، أنا اللي بوصل لها. هي وثيقة عشان بس أنا أقول لك أهم شلون الآلية. هي أوكي. هي أولوية عند المواطنين صح؟ أوكي. فيها الدعم وما الدعم وكذا وغيره. عديت أنا الطلب أوكي. وحطيت 12 تفصيل يتعلق بالطلب والنقاش. أنا راح أكلمك على تفصيل، ولكن هل تعتقد أن المجلس الآن يسير في الأولويات ولا متأخر عنها؟ الوثيقة طرحناها. أوكي. الجنسية طرحت وحدد لها مواعيد، وقانون الانتخابات طرح وحدد لها مواعيد. التركيبة السكانية كانت بالأولويات. قانون التعيين في المناصب القيادية قدم أكثر من مقترح بقانون في هذا الموضوع. أوكي. تمام. قوانين مكافحة الفساد قدمت والآن هي ماشية في خلينا نقول اللجان وما اللجان البرلمانية. كل القضايا الرئيسية تم طرحها، لكن كل موضوع لا آلية. أوكي، الرياضة أوكي. طرح كقضية. إذا أنت تقول الجنسية طرحت في طبعاً. الآن الجنسية كان خلينا نقول صار في خلاف، كانت أولوية ومستعجلة. نعم. والدكتور جمعان الحربش طلبها باستعجال وخلص، ودخلت الجلسة فوجئ يعني خلينا نقول الشارع السياسي، بعض النواب يوقف محمد دلال يقول يا جماعة لا مو بعجالة، أنا محتاج إلى شهرين، ولما فرضت مولة الشهرين هجمت في وسائل التواصل الاجتماعي ما هو سبب تأجيل، هل كانت صفقة مع الحكومة، هل كنت أنت بحاجة إلى تأجيل؟ جاوبني عليه لكن بعد الفاصل. أعود لكم جديد مشاهدينا الكرام. أبو عبد الله، سألت قبل الفاصل حول ما حدث في مناقشة قانون الجنسية، كان هناك استعجال، والدكتور قلت لك دكتور جمال الحربش قدم طلب الاستعجال فيه، أنت وقفت وقلت لا إحنا بحاجة إلى مهلة شهرين وهجمت وقتها عليه، ليش الهجوم؟ ليش طلبت التأجيل؟ بعدين نقول إذا الهجوم متعمد ولا لا أو عفوية. عموما قضية الجنسية قضية مستحقة وقضية ذات أولوية. أوكي. وكانت قضية الشارع الكويتي عن بكرة أبيه. صحيح. إن ما حصل من سحب الجناسي بدون وجه حق كان ظلم بين حقيقة من قبل الحكومة. أوكي. ويمكن القضاء في بعض أحكامه أنصفت هؤلاء. يبقى الآن اللي طرح يعني مستحق كذلك إن إحنا نعجل في الموضوع ونبت في الموضوع. كل أنا كنت من البداية أول ما قمت بعد ما سمعت الطلب. أوكي، قلت أنا مؤيد للطلب إن إحنا نستعجل في هذه القضية، لكن هل هي أسبوعين تكفينا إن تروح اللجنة التشريعية وتكتب تبحثها؟ أوكي. وبعد القوانين المقدمة أكثر من قانون، شوف أوكي. قانون جنسية وقانون انتخابات، هل يمدينا يعني؟ اللي هو عزل سياسي، المسيء، الشرف والأمانة، شوفها أكثر من موضوع. هل يكفينا إحنا كلجنة تشريعية إن نراجع هالقوانين في أكثر من اجتماع؟ ثم يروح إلى اللجنة الداخلية، اللجنة المختصة تروح تنادي الأطراف يمين وشمال ووزارة الداخلية والأطراف المعنية أوكي. والجنسية وكذا كذا كذا، زين، وقوانين موجودة، قوانين تفصيلية يعني أوكي. هل هذا يمدينا أسبوعين؟ قلتوا ما يمدينا أسبوعين يا جماعة، إحنا معاكم بالمبدأ لكن أعطونا فترة أكثر. أنا كتشريعية أو أقول كرئيس اللجنة التشريعية أوكي. أحتاج أسبوعين، غيري عادي يمكن يحتاج أكثر. فأنا قلت يا جماعة الأفضل الداخلية والدفاع. الداخلية والدفاع. قلت يا جماعة الأفضل نتعطونا فترة. أوكي، حتى نعد هالقانونين المهمين ونجيب لكم. لكن أنا مع المبدأ. موقفك معلن أن أنت مع الجنسية، مع الإرجاع، مع أن يكون في قانون. ولكن في شغلة أبو عبد الله. أنت تدري أن آخر شيء التصويت بإجماع المجلس شهرين. أنزين. إجماع الحضور طبعًا. أوكي، في شخصيتين صرحوا، اللي هو واحد كان دكتور يوسف الحربش أتوقع، قال مع احترامي لك لكنه يختلف معك. الشخصية الثانية اللي هو العم أحمد السعدون
قال إلغاء المادة الثانية من قانون الانتخابات لقصد العازل السياسي وما تضمنته من استقصاد إقصائي ليس بحاجة لأي تأخير، لذلك فتأجيلها لشهرين يثير الاستغراب والتساؤل. شو ترد على السعدون في الوقت؟ والله العم أحمد أبو العزيز، لا العم أحمد السعدون أبو عبد العزيز، لا وجهة نظري أوكي، لكن مبرراتي أنا واضحة، والموضوع يحتاج إن إحنا ما نسلقه أوكي، والموضوع هذا موضوع جنسية أوكي، وقضية أنا قلتها في الجلسة قضية حساسة موضوع الجنسية أوكي، والنصوص الخاصة بالقانون الانتخابات قضايا حساسة أوكي، ومرتبطة بشخصيات لها وضعيتها في البلد، فيتطلب إن إحنا نراجعها ونغيمها ونطلعها في أحسن صورة حتى القانون يمشي. القضية مو قضية إنك أنت تحط قانون، أنت تبي تضمن القانون يصير فيه اتفاق عليه داخل البرلمان ياخذ أغلبية في النهاية أوكي، لا يرد بالنهاية زين، هي مو قضية تسجل، ترى أنا عادي أروح أسجل مواقف سياسية وأنا أعتقد لا الدكتور جمعان ولا أي واحد اللي يقدموا الطلب يبون يسجلون، يبون نتيجة في النهاية، يبون ترجع الجناسي، يبون يتعدل القانون بحيث يكون أكثر عدالة. كلام سعد ولا أن يقول لك أنت قانون العزل السياسي ما يحتاج أن أنت تروح اللجنة، صوت فورا على الغاء، سهل كانت قانون سهل. العزل السياسي أي؟ اللي هو أيه، مال المسيء ولا قانون 27 لسنة 2016 اللي هو مال المسيء زين، قانون المسيء في وايد نقاط تحتاج إلى بحث في الموضوع، هل هو مرتبط بقوانين أخرى قائمة، هل يتم إلقاءه، هل يتم تغييره كنص، كل هذا يبحث سواء في اللجنة التشريعية من ناحية الدستورية القانونية أو في اللجنة. يعني مو صحيح كلام سادونا، لا بس مجرد أنك تلغيه وخلاص، هذا أحد الأفكار اللي طرحت داخل اللجنة لما بحث الموضوع أوكي. هذا يبقى وجهة نظر، لكن أنا قاعد أقول لك الموضوع يحتاج. إنزين أنت ألقيته كلجنة كلجنة مو بي المجلس، هل تضمن أن يكون عندك أغلبية داخل المجلس؟ هل تضمن ان الحكومه ممكن توافق؟ انا ما عندي اغلبيه ممكن توافق على كل هالقوانين. يعني الى الان كانك قاعد تقول ان المجلس ما في اغلبيه مريحه للنواب وعكس الحكومه. انا خشيتي ان هالقوانين، انا خشيتي ان هالقوانين ما تمشي اوكي اذا مشت بشكل سريع، لذلك انا باضمن ان القوانين تمشي واضمن ان ما ترد أوكي؟ اوكي. لذلك احنا مع ذلك اللجنه التشريعيه في الاسبوعين خلصت من قانون الانتخابات ومن قانون الجنسيه حسب ما ذكرت انا في الجلسه أوكي. وراحت الان عند لجنه الآن الداخليه والدفاع. قانون الانتخابات والجنسيه اللجنه التشريعيه انتم انتهيتوا منه وحولتوه للداخليه والدفاع؟ حولناه للداخليه والدفاع في ظرف الاسبوعين أوكي. اللي انا قلت ان احنا راح نجلس. متى المتوقع انه يدرج على جلسه اعمال المجلس؟ في الان تقريبا مضى تقريبا 3 اسابيع اوكي، انا اعتقد بعد يعني الجلسه يبي لهم شهر وتدرج بعدين اوكي. هذا من جانب، جانب آخر أنتم تقدمتوا في قانون مع مجموعة من النواب اللي هو بند الشرف والأمانة. نعم. طلبتوا بإلغائه. نعم. ولما طلبتوا بإلغائه أيضا كان تكلم البعض، وتكلم أعتقد النائب سعد بن حماد لما قال القصد هو يعني لسائل المقام السامي صاحب السمو حفظه الله، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ لا أنا أتفق مع سعدون حماد، سعدون حماد من الشخصيات تتفق اللي مع سعدون حماد؟ لا ما أتفق مع سعدون حماد، سعدون حماد من الشخصيات المثيرة للجدل واللي الآن يعني كأنه هو قاعد يمثل أطراف متنفذة من أجل يعني التصيد على بعض أعضاء مجلس. سعدون حماد يمثل أطراف متنفذة؟ نعم متنفذة. نعم. لأي هدف؟ الهدف الإساءة لبعض أعضاء مجلس الأمة اللي يتقدمون بهالقضايا، اللي يتقدمون بعض القضايا أوكي. اللي هي تمثل قضايا الشعب الكويتي وقضايا رئيسية وتتعلق بحريات بالذات الحريات وغيره، هو شخص واضح أنه هو مرسل من هؤلاء المتنفذين، واضح أنه له دور في تشويه المجلس، ولذلك احنا عارفين حجمه وعارفين دوره كأعضاء مجلس، ولذا وحاطينه في الدور اللي يعني الدور اللي هو خلينا نقول محدد له. لكن يبقى موضوع قانون انتخابات والمخل بالشرف والأمانة. أنا أقول وأتحدى أي واحد قانوني إذا تروح عند القضاء في تعريف عند القضاء الكويتي ما هي الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، كل قاضي عنده تفسير خاص صح لموضوع الشرف والأمانة. لذلك هل هذا معناته تلغي؟ لذلك كان في أكثر من مقترح بقانون أوكي. عند الأعضاء في مقترح يقول أن احنا نلغيه بالكامل ونقول الجنايات والجنح، الجنايات الجناية اللي هي أحكام صادرة فوق 3 سنوات أوكي. هذا أحد التوجهات في أنه فوق 3 سنوات هاي يعتبر إذا هي صدر فوق 3 سنوات قد يكون جريمة مخلة بالشرف والأمان، هذا أحد المقترحات، مو معناته أنه زين أوكي. ماشي وأنه يعني مخل بالشرف والأمان إلى أن يرد لاعتباره. في رأي آخر يقول يا جماعة إحنا نقول الجرائم والمخلة بالشرف والأمانة وهي كالتالي، تحددها تحديدا توضيحها، فتقول مثلا التجارة بالمخدرات أوكي. تقول القتل العمد
مثلا أوكي. تقول قضايا خيانة البلد والكذا والغيرة أمن الدولة بشكل محدد. ممتاز. أما خلاف ذلك أوكي لا يدخل في إطار الشرف والأمانة. بس ليش طلبتوا بالغاء الحالة؟ ليش ما طلبتوا بتحديد؟ لا لا أنا اللي قدامي من قوانين قدمت أبدي رأي فيها أوكي. ثم أحولها للجنة المختصة. ماشي زي. اللي قدم قدامي أكو إلقاء زين أو تعديل صياغة، لكن اللي عرفه إن أحد ليش وقعت على الإلغاء؟ إن من ناحية دستورية أكو جانب بس هذا مهم جدا بوعي. إحنا الآن أنا يمكن أطلع مرة أو مرتين في الأسبوع أصرح شنو سوت اللجنة التشريعية. صحيح. أوكي. وأقول لهم في المعاشات التقاعدية كذي، وفي التأمينات بالطريقة الفلانية، ومدينة طبية مقترح بمدينة طبية، والعسكريين والمدري إيش والغيرة. الناس يعني مع احترام المشاهدين الكرام يعتقدون المشروع بعد موافقتنا عليه كأنه موافقة نهائية من المجلس. هو ليس موافقة نهائية. إحنا لجنة تشريعية مثل الفلتر، تبحث دستورية القانون، تبحث دستورية فقط الدستورية، ما تبحث بتفصيل القانون، تبحث هل هو دستوري ولا مو دستوري، هل الصياغة منضبطة ولا غير منضبطة، نذكر ملاحظاتنا ونحولها إلى لجنة مختصة. يعني في موضوع الإسكان بحثنا موضوع شفناه أنه من ناحية دستورية سليم، يمكن أحيانا من ناحية الـ يعني لما واحد يقول نسقط قروض عن المواطنين أوكي. زين أنا ما أبحث في الملائمة، ما أقول يناسب وضعنا الاقتصادي ما يناسب وضعنا الاقتصادي، أنا أقول دستورية سليم وحوله. لذلك قانون انتخابات بحثنا قلنا هذا القانون من ناحية دستورية سليم. ماشي. الآن لجنة مختصة تشوف تحط الجرائم ما تحطها، ها تحط نفس القانون السابق وتستمر فيه، هي لا تلقي المادة، هذا متروك للجنة الداخلية. لكن كلام خلنا نتكلم أيضا بواقعية. أنت قلت سعد الحمادي مثل أطراف متنفذة، لكن الكلام اللي قاله أن هذه تتيح المجالنا إذا شلت الشرف والأمانة كأنه قاعد تحولها أنه يتم التعدي على سمو الأمير، أو أن من يتعدى على سمو الأمير يقدر يترشح. لا لا، هو التعدي على سمو الأمير تدري أنت حسب النص الدستوري مصانع، وهو مجرم في قوانين أخرى كثيرة جدا. أوكي. تمام. مزين. وبالتالي يعني أثناء وجودك في السجن أو غيره ما تدخل، يعني ما تشارك في الانتخابات طبعا إذا صار فيها مساس. لكن إذا رد الاعتبار إشكالية في القانون اللي صدر في موضوع المسيء، إشكاليتين. الإشكالية الأولى أنه هو ما عالج موضوع الرجعية كل على الوقائع السابقة، ما في رجعية شملها الوقائع، أي عدم الرجعية في القانون. أوكي. هذه مشكلة. الشغلة الثانية أنه إذا صار عندك خطأ في المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء. أوكي. أو الذات الأميرية، حتى لو تتوب بعدين، حتى لو تسجن بعدين، طول عمرك زين الى ان تموت لا تشارك في الانتخابات. شفت هذه الاشكاليه؟ ممتاز. أوكي. وضحت. لكن انا ابي المخرج الان، خلي اعطيك مثال. انا اتكلم عن دستور. نعم. وضمانات أنا الدستور. أنا ما نتكلم عن ان المساس بسمو الامير، لا المساس بسمو الامير خطا، احترامه واجب. اوكي، خلي اعطيك الحاله الواقع الان. الكلام ان اللي منع مثلا من الانتخابات هو بدر الداهم. نعم. على سبيل المثال. نعم. وبدر الداهم منع كما قيل وفقا ليس لقانون العزل السياسي، لا شرف منع الأمر. منع لأن عنده قضية تعدي على ذات الأميرية، وفسرها القضاء بأن هذه الجريمة تعد مخلة بالشرف والأمانة. كلمني أبو عبد الله واقعيا، شنو القانون اللي تقدر تحطه يخلي بدر الداهم يرجع؟ لا أنا ما أتكلم عن حالة بدر الداهم، أنا أتكلم عن قاعدة عامة. قاعدة عامة تشمل الأخ بدر الداهم وهو إنسان مستحق أن يشارك في الانتخابات أو غيره. شنو هي؟ أنا أتكلم ان احنا محتاجين، انا ميل الى الراي اللي يقول ان احنا في موضوع الشرف والامان تحدد الجرائم المقصود فيها المخله بالشرف والامان. بس بهالحاله رأي اذا انت تبي كان قاعد تشيل سائل سمو الامير نيه من شرف لا الأمان. اذا راى المجلس انه يضيف هذا الموضوع يضيفه، بس ما راح يرد شلون على الانتخابات، ما في لهم حل. لا هذه القضيه الاخرى، ما لم يرد لاعتباره. اوكي، رد الاعتبار. الاعتبار انت لما يرد لك الاعتبار ترجع. يعني انت الحين اي واحد اخطا قام بجريمة أي كذا يدخل السجن. زين وضحت إنه يكون، لكن مع رد الاعتبار. مع رد الاعتبار. الأمر الثاني اللي هو موضوع بدر الداهم وغير بدر الداهم، يا جماعة لا يمكن أن يطبق القانون بأثر رجعي، لا يمكن. أنت الحين أنا اليوم معاك، أكو شيء حلال مباح عندنا نسويه الحين، بعد سنة صار محرم، تعاقبني على شيء سويته اليوم، على شيء مباح اليوم، مو صحيح. لكن إيه، بس الداهم ما منع على العزل السياسي. إيه بس مخل بالشرف والأمانة. الشرف والأمانة هذا استند. شلون اعتبرته أنت على قانون الانتخاب؟ هذا قضية تقديرية عند القاضي. ويمكن تروح عند قاضي ثاني يقول مشيها.
احنا هذه اشكاليتنا ان النص مو منضبط. اذا ما تشوف ان احنا بحاجه اليوم تفسير الشرف والامانه؟ لازم توني قاعد اقول لك انا داعم فكره ان نحدد شنو المقصود بالشرف والامانه تحديدا حتى يبقى نطلع من مساله اللي هو كل واحد يحدد على كيف. اوكي خليك على مع شيء احترامي طبعا. اوكي ان في اللجنه التشريعيه صار في قضيه انتخابات نائب الرئيس، وهذه القضيه ايضا اعتقد سالت يمكن احمد السبيعي مسي عليه بالخير، قلت له سؤالنا ليش حلتوها للتشريعيه؟ ما انت اوريدي راح تروح المحكمه الدستوريه، خلصنا من البدايه روح المحكمه الدستوريه. الان ما حلت المحكمه الدستوريه، دخلنا في نوع من خلينا نقول التجاذبات السياسيه، تم التصويت على اللجنه التشريعيه على خطا الاجراء اللي اتخذه الرئيس، كان المفروض انه ما يعيد الانتخابات ويعتبر الصوت الغير موجود لصالح دكتور جمال حربش. عيسى الكندري مسي عليه بالخير تحمد له بالسلامه اليوم، الله يشافيه ويعافيه، رد عليه وقال يعني ابو عبد الله كان المفروض انت تنئي بنفسك، احنا اليوم جايين على قانون تعارض المصالح ونبي نصير قدوه للناس، انت رحت صوت لصالح حزبك او تيارك، تأيده ولا تعارضه؟ يعني الله يشافيه اول شيء الاخ عيسى ابو عبد الله ورجع بالسلامه. انا لو يلاحظ المشاهد والمتابع اني ما رديت على الاخ عيسى على كل تصريحاته اللي طلعها في الموضوع، يعني اتفهم الحاله النفسيه اللي فيها، لكن هذا خلاف، والخلاف بدا في حزه عمليه التصويت. وللعلم الموضوع يعني كان خلاف واشكاليه يعني حتى قبل لا تحدد اللجنه التشريعيه، قبل لا تحدد اللجنه التشريعيه أوكي. بعدين حددت اللجنه التشريعيه. الشاهد في الامر ان من البدايه كان محمد الدلال موجود وفلان موجود وفلان، السبعه كانوا موجودين، ولم يبدي الاخ عيسى اي تحفظ على تشكيله اللجنه او ان هي منحازه لطرف على حساب طرف. الامر الثاني ان اللجنه استمعت الى كل وجهات النظر الموجوده، استمعت الاخ عيسى واستجابت لطلباتها اللي قدمها من الاسماء اللي نسمعها، هم كذلك استمعت للدكتور جمعان الحربش واخذت بالاسماء المقترحه اللي احنا نجيبها عشان نسمع وجهه نظرها. دكتور عادل طبطباي، مشاري العنجري، كل هؤلاء استدعيناهم، سمعنا يعني طولنا، حتى بعض الاعضاء قال بس طولنا ترى، لكن ما حبينا نخلي اي طرف عنده وجهه نظر الا يقدمها. بعد ذلك راح يصير تصويت. أوكي. يا هنا او هناك. إن يا أبو علي، ها يا أبو حسين، إن رحت باتجاه الأخ عيسى قالوا أنت مع عيسى ومع هالمجموعة وأنت أيت رأي غير سليم، أوكي، وهديت المعارضة مثلا، أوكي. وإذا رحت مع الأخ جمعان أنت من ربعه ومن حزبه ومن أطراف، وإن وقفت على الحياد قالوا أنت رمادي، لازم أخذ موقف في النهاية، وموقف اللي أنا رأيته كمحمد تمام، إن قرار المحكمة الدستورية في موضوع المادة 97، المادة 92، المادة 37 من طبعا هذا من الدستور، المادة 37 من اللائحة ما زال ساريا، وأن يعني الورقة البيضاء أو الممتنع أو غيره فعل سلبي وكأنهم غير موجودين. بس ليش قلت أنا ما رديت على عيسى الكندري نتيجة الحالة النفسية؟ إيش قصدك بالحالة النفسية يعني؟ والله يا أخي أنا أعتقد هو يعني ما عجبه قرار اللجنة التشريعية، مع أنه هو قرار أولي وبالنهاية راح يروح إلى المحكمة الدستورية، لكن مع الأسف الشديد أن الأخ عيسى تهجم علينا شخصيا، تهجم علي بصورة شخصية، أوكي، لكن احتراما له، احتراما للود، احتراما لزمالته في البرلمان، ما حبيت أن أنا أرد عليه، أوكي، ولذلك كان يسعني أن أرد عليه، كان يسعني أني أقول له أن هذا الكلام غير منطقي وغير سليم. ليش ما رديتوا عليه؟ قلتوا له انك مثلا عبد الكريم الكندري صوت معه. انا لا اتكلم عن احد، هذول زملائي واحترم رايهم، وعبد الكريم لا راي ولا وجاهته ولا تقديره، ترى الرايين من الناحيه الدستوريه لهم وجاهتهم، انا احترم الرايين، ملت الى راي على حساب راي اخر، هاي وجهه نظري الخاصه، لكن ترى الاخ عبد الكريم ولا الدكتور وليد طبطباي ولا خالد الشطي ولا مبارك الحجرف ولا محمد هايف المطيري كلهم افاضل لهم وجهه نظرهم، لذلك أنا احترمت الأخ عيسى واحترمت الدكتور جمعان في وجهات نظرهم، ولا أقدر أتعدى عليهم ولا أتجاوز، ولذلك هذا كنت أتطلع أنه يكون الأخ عيسى عنده نفس الروحية ونفس النفس. أيوة، هو أنت ملت حق حق الحرب؟ أنا ما ملت حق جمعان، أنا ملت إلى وجهة النظر الدستورية وعندي أوكي. اعتباراتي. إنزين. عيل إذا أنا واقف مع عيسى راح يقول الطرف الثاني أنت ملت. في نفس القضية. في نفس القضية اللي هي انتخاباتنا بالرئيس، قيل أن كانت هناك مفاوضات ما بين الحركة الدستورية وأيضا الحكومة ليتم إعطاء
الحركه منصب نائب الرئيس مقابل ان انتم كنتوا تصوتون حق مرزوق الغانم في الرئاسه، الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ الاجابه بعد الفاصل. أعود لكم جديد مشاهدينا الكرام. أبو عبد الله، كلمت قبل الفاصل على انتخابات نائب الرئيس، إن قيل إن كان هناك تسوية ما بينكم وبين الحكومة على انتخاب دكتور جمعان ليكون أنا نائب للرئيس مقابل أنكم تصوتون إلى الرئيس الحالي مرزوق الغانم، هل هذا صحيح ولا لا؟ لو هذا صحيح كان دكتور جمعان الحربش رقمه كبير جدا في نائب الرئيس، الحكومة لم تصوت للدكتور جمعان الحربش في منصب نائب الرئيس. قال أرد على سعد الحماد لما قال الرقم اللي جابوه شعيب المويزري مع الرومي ومرة واحدة جمعان يطلع بهالرقم الكبير، معناته في تنسيق لما انسحب على انسحابه. وين جايب هالمعلومة؟ استنتاجات وتحليلات يجيبها من وين؟ لا يجيب، هذا لا أساس ولا هو كلام منطقي ولا موضوعي، وهذا نفس السياق ماله اللي يمشي فيه من بداية المجلس. طبعا اكو شخصيات المجالس السابقة العادة تسوي هالأدوار، الحين ما لقوا هالشخصيات، سعدون الآن الشخصية اللي حطها على المركب ويمشي فيه. ما في واحد غيره؟ قد يكون في آخرين، لكن أنا أشوف أن هاي السعدون هالشخصية هذه بالذات هو اللي الان مركزين عليه انتو يعني. نعم مركزين عليه في يعني اي، لانه هو مو هذه شخصيته. شلون شخصيته؟ ما هو ما عنده انه يداقل ويناشب الاعضاء ويحاول يخلق ويستفز الاخرين. ترى هي احنا نعرف وكويتيين يعرفون انه والله اكو اطراف تحاول تخلق ازمه، تستفز، تسوي مشاكل. أوكي. لذلك اللي قاعد يصير جزء كبير منه تصنع، واحنا عارفينه وعارفين حجمه وعارفين من وراه. اوكي، عموما انا اللي بوصل له إن لا في اتفاق ولا في غيره، وبشكل واضح جدا أوكي. الحكومة لم تعطي جمعان الحربش، ولو أعطت الحكومة جمعان الحربش كان جمعان الحربش الآن نائب الرئيس. بالحديث على أن خلق المشاكل لما صارت في الجلسة ما قبل الماضية، كنتوا قاعد تناقشوا الخطاب الأمير وصار في قد يتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي دكتور جمعان الحربش وأيضا نائب الهرشاني، هذا كان في إطار التخريب؟ خاصة أنت قلت بعض الأعضاء على خلق مشاكل وطرح قضايا ونقاط استفزازية لحرف المجلس عن طرح أولويات المواطنين ومحاولة إظهار المجلس بمظهر سيء أمام الشعب الكويتي. يعني ما كان المفروض أن يصير في عراك ولا يكون في إشكال، يعني في البعض قاعد يحاول يستفز دكتور جمال حربش تحديدا. خلق أتوقع أن كذلك البعض، أنا قلت اسم واحد منهم، أعتقد البعض يحاول يستفز دكتور جمال، يحاول يستفز أعضاء مجلس الأمة جميعا في بعض المشاكل. وكذيك الجلسة فوت علينا موضوع الرد على الخطاب، وفوت علينا موضوع الوثيقة الاقتصادية ومناقشتها، هذا اللي كتبته أنا، قلت مع الأسف إنه فوت علينا. كحركة تشوف نفسكم مستهدفين؟ يعني أحد النواب رد عليكم أعتقد قبل كم يوم في بيان أنتوا كأن اختلقتوا لقضية فعل مثلا في 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 طيارة وغيره، وقال إن هذه نوع من الافتراءات علي وحملها لكم أنتوا يعني. والله مع الأسف الشديد أنا ما أدري من جاب هالمعلومة، وليش احنا اللي سوينا هذا الموضوع او تحركنا. لا صرحنا في ابدا، ما صرحنا. لا اكو واحد يقول شو اسمه، واحده من هالقنوات الصفراء تقول، قنوات الاعلاميه الصفراء تقول يا مقدمي الاستجواب انتبهوا، ترى اللي ورا الاستجواب الاخوان، يعني مقدمين الاستجواب هم مقدمين، بس ترى المقدمين الاخوان. يعني ردت مره ثانيه في الاخوان، ما الاخوان هذا. انا اللي بوصل له طبعا هذه اسطوانه مشروخه. احنا ب 2006 اخي الكريم الحركه الدستوريه فازت بست مقاعد، وجهنا بنفس الحمله السلبيه، بعض الاطراف الموجوده في الساحه تحاول تشوه، سواء هذه مجموعات متنفذه، تيارات معينه، شخصيات معينه، اكو اطراف تحاول تشوه، لذلك تحاول تخلق اي مشكله اوكي وتحاول تلقيها عليك. والله لو يعني قط انداس في هني في اسواق القرين يمكن كان حملوك الموضوع. فاحنا عارفين هذا الموضوع، هذه الهجمه عارفينها ولكن احنا نعتقد ان الشعب الكويتي واعي، عارف اعضاء الحركه، عارف امكانياتهم، عارف حرصهم على مصلحه البلد، حارس انهم قاعد الان يقدمون اولويات الناس اوكي في المجلس، من وثيقه اقتصاديه، من جنسيه، من انتخابات، من تركيبه سكانيه وغيرها من القضايا اللي هي تهم المواطن في يومياته. لذلك يعني احنا اليوم جاي بنفس اخر قاعد تصورها كذي، الان ما ادري صح او غلطان، ان محمد دلال قاعد يقول ان بالفترات السابقه لما كان يكون هناك ضغط شعبي قد كانوا بعض النواب ينساقون وراءه ويتم خلينا نقول يعني بعض التصرفات المتعجله والمتسرعه.
أنت مثل اليوم من خلال مطالبتك بمهلة شهرين مثلا للجنسية ووضع قانون آخر، قاعد تقول إن كأنه قاعد تعطي صورة أن لا إحنا راح نستجيب ولكن بالطريقة اللي إحنا نشوفها بتأني، ممكن أقدر أقول كذي يعني؟ يعني القضايا هذه اللي إحنا نتحكي عنها قضايا مزمنة صار لها سنوات كثيرة. أوكي. ماشي، لا يمكن أن تنجز ها بجرة قلم. تحتاج كثير من التأني والسياسة في التعامل من الموضوع حتى نوصل للنتيجة. يعني موضوع الجنسية موضوع شائك وموضوع حساس ومتعلق ب يعني البلد وأمنه واستقراره والكذا والغيره. أنا أكون ظالم للموضوع وظالم الشعب الكويتي إذا بروح أسلقه، ماشي؟ مو صحيح. لكن لا هي الطوالة ولا أترك الحبل على الغارب، وبنفس الوقت يعني إحنا محتاجين إن نعالجه ونتعامل مع الطرف اللي هو خلينا نقول متصلب في الموضوع في الحكومة ومن المتنفذين في الخارج، نبي نوصل لحلول وسط في العملية. أوكي. وهذا اللي يحتاج إلى نوع من التعني ويحتاج إلى كثير من السياسة والحكمة. أوكي. الحكومة اليوم تعاملها معكم كمجلس، خاصة أن المجلس اليوم تختلف أو تتفق اختلف بتركيبته عن المجلس الماضي. نعم. أنت تشوف تعامل الحكومة اليوم يعني هل لا يزال، خاصة أن بعض الوزراء هم نفسهم في الحكومتين، لا يزال بنفس النفس اللي كان يتعامل فيه مع المجلس الماضي يبي يتعامل مع المجلس الحالي، أم أن الحكومة متجاوبة معكم أكثر؟ الحكومة الآن لا يمكن يعني خلينا نقول تقييمها في الفترة الوجيزة هذه الشهر، أنا أعتقد نحتاج وقت أكثر لتقييمها أكثر. بعد بعض المؤشرات، في مؤشرات جيدة، في مؤشرات إيجابية، يعني وزير الداخلية مشكورة تفاعل في بعض القضايا، ويعني إحنا كذلك شكرنا، وزير الأوقاف كذلك تفاعل في بعض القضايا، وزير الإسكان لما يعني تكلم الأخ رياض عن موضوع احتمالية استجواب تجاوب وحط فترة زمنية لإنجاز بعض الأمور، هناك تجاوب الحقيقة. لذلك هذا التجاوب، احنا اجتمعنا ترى يوم الأربعاء الماضي في لجنة الأولويات، أنا عضو في لجنة الأولويات البرلمانية بحضور ثلاثة من ممثلين الحكومة، الشيخ محمد عبد الله مبارك والأخت هند الصبيح والأخ وزير العدل. شلون كان الاجتماع؟ كان اجتماع إيجابي، هذا أول اجتماع بيننا وبين الحكومة. أوكي. وهم حطوا مجموعة قضايا اعتبروها من قضاياهم الرئيسية وقالوا هذه الآن أولية محتاجين نعتمدها بشكل نهائي، وإحنا محتاجين لقاء ثاني موسع، فكنا حاطين الخطوط العامة شلون راح نشتغل. أوكي. اللقاء إيجابي في خلينا نقول في بدايته، زين، يبقى الآن الشغل التنفيذ. إيه شلون التنفيذ؟ شلون فعلا نعكسها بشكل عملي؟ شلون نتفق على 4-5 قضايا ونمشي فيهم ونقول يبقى هذا إنجاز البلد؟ الحين البلد مو بس حكومة ولا هي بس برلمان، هي الطرفين. زين ابو عبد الله، اليوم في صحيفه الراي، نعم، كان في خبر، وخبر يعني قد يكون جيد، اللي هو مجموعه نقول لك ان نواب، علمت الراي ان نوابا يمثلون التيار الاسلامي في غالبيتهم اجتمعوا اول من امس مع سمو رئيس من الوزراء الشيخ جابر المبارك لبحث عدد من الملفات التي تمثل اولويه للنواب الذين عدلوا عن المقاطعة وشاركوا في انتخابات 2016. وقالت المصادر أن الاجتماع بين الرئيس والنواب ساد التفاهم والتفاؤل حول بعض الملفات ولم يخلو من العتاب في شأن الملف الرياضي وما شابه من تصعيد، وأيضا طرحت مسائل مثلا سحب الجنسية وغيرها من الأمور اللي فيها اختلاف. صحيح كنت حاضر الاجتماع ولا لا؟ أنا ما حضرت الاجتماع، لكن هذه الاجتماعات مع النواب اللي كانوا يعني خلينا نقول المعارضة أو الأغلبية اللي قاطعت الانتخابات الماضية اجتمعت، أنت ما حضرت؟ لا أنا ما حضرت هذا الاجتماع. أوكي. لكن لازم يعرف المشاهد الكريم أن طبيعة العمل البرلماني تتطلب أن نلتقي مع رئيس الحكومة أكثر من مرة. شيء إيجابي. ومع نعم. شيء إيجابي. إيجابي. أوكي. ويكون في لقاءات خارج المجلس وداخل المجلس، نلتقي مع رئيس المجلس الأمة وداخل وخارج المجلس، ننسق في كثير من القضايا المطروحة. هذا اللقاء وفق المادة 50 من الدستور يعني. نعم. إحنا اللقاء الأخير كان الهدف منه هو التحرك في موضوع الجنسية. أوكي. كان هذا الهدف الأساسي. الاجتماع مع سمو رئيس الوزراء. مع سمو رئيس مجلس الوزراء في ملف الجنسية. موضوع ملف الجنسية. أوكي. ونوقش موضوع ملف الجنسية. أوكي. وشنو الترتيبات القادمة وشنو نية الحكومة في هذا الموضوع، وصار في نقاش في هذا الجانب. ويعني سمع رئيس الحكومة من الأخوة اللي حضروا اللقاء مطالباتهم وحثهم وحرصهم على إنهاء وإنجاز هذا الموضوع. أوكي. هذا ممتاز، هذه مطالبات سياسية. رئيس الوزراء شنو رد على موضوع الجنسية؟ لا، هناك تجاوب يعني في الموضوع من قبل الحكومة ومن قبل رئيس الحكومة. أي. في التعاطي مع هذا الملف والوصول إلى حلول مناسبة للطرفين.
إرجاع الجناسي يعني؟ قد يكون هذا أحد الحلول. هذه الآن ما زلنا إحنا في لقاءاتنا واجتماعاتنا وتحركنا لوصول. في فترة سابقة ولما سرب أنه ممكن تعاد الجناسي ولكن مو بنفس المادة اللي سحبها. والله عاد شوف تفاصيل هذا الموضوع حتى الآن مو عندي ولا حتى عند الشباب. ما في شيء. لكن في حرص أن نوصل لإنجاز هذا الملف. في حرص حتى عند الأخ رئيس الحكومة في هذا الموضوع. يعني رئيس الوزراء يبينه ملف. وحتى عند رئيس مجلس الأمة في هذا الموضوع. حتى رئيس مجلس الأمة. ورئيس حتى أي نعم. أنا هذا الملف. هذا الموضوع أنا أعتقد هناك توجه في البلد من أجل تسكير هذا الملف. ملف الجنسية. وإن شاء الله يتسكر ونترجع الجناسي لأصحابها. لكن أنت عشان توصل لهذا الموضوع من الناحية السياسية والبرلمانية والتشريعية والفنية تحتاج أنك تبحث كل هذه الجوانب. لذلك كان اللقاء مركز على هذا الجانب. أوكي. الآن بعد الله هل الإرجاع الجناسي إذا فرضنا بعضها وكلها هل هذا يعني أن القوانين اللي تبونها خاصة القانون مهم للكل ممكن الكل يتعرض له في يوم من الأيام ويحرم من حق التقاضي القانون راح تتمسكون فيه حتى وإن حل الملف بشكل إرجاع الجناسي وغيره؟ هو في الجنسية أمرين. في أمر اللي هو إرجاع الجناسي لمن سحبت منهم دون وجه حق. أوكي. وفي الموضوع الثاني أحقية الناس باللجوء إلى القضاء. زين الناس من حقها هذا الشخص من ياخذ الجنسية يصير كويتي كامل الدسم وبالتالي يتمتع بكل الحقوق والضمانات اللي كفلها له الدستور ومنها اللجوء إلى القضاء. ولذلك هاي قضية لا يمكن التنازل عنها. هذه القضية الثانية يعني كذلك ما راح حتى لو حلت القانون لا يمكن التنازل عنه لأن هذا حق باكر يصير عندي مثل ما كان هو موجود حاليا والسابق. أوكي. سيف مسلط من الحكومة في موضوع الجنسية وقد تسحب لاعتبارات سياسية. فإحنا في المستقبل شلون نحمي حقوق الناس؟ هذا أنت تدري 57 يعني من أبناء الكويت ومواطنين ناس شرفاء وفاضل وكذا وغيره من رجال ونساء وكذا وغيره كلهم راحوا بجريرة شخص واحد مو غير مقبول الحقيقه. تتوقع ان ممكن اذا الحكومه ما تبي قانون نوصل الى حل مجلس الامه لان الحكومه راح ترفض انه يكون في قانون يقيدها في مسائل جنسيه خاصه انه ترى انه حق سيادي لها؟ والله انا ما اتمنى حل مجلس الامه لكن اذا الموضوع استلزم انه يحل مجلس الامه على قضيه حق ورفع مظلمه لا والله خلي يروح هذا المجلس اذا كانت في قضيه رفع مظلمه عن هؤلاء الناس. أوكي. ويمكن هذا يكون مبدا للكويتيين في المستقبل. اذا اليوم ما أخفي عليك أخوي إذا اليوم راح يحل مجلس أمه عشان هذا الموضوع والله راح تي مجالس أقوى من هذا المجلس دبلات الطالب بهذا الحق. لذلك أنا أعتقد هذه القضية لا يمكن. وإذا هي الحكومة والسلطة مدركة لهذا الأمر عارفة إن صارت هي قضية الآن قضية شعبية. أوكي. تشمل كل الكويتيين وإن هؤلاء ظلموا ويجب أن معالجة هذا. حسب خبر راين يقولنا كان هناك عتب من سمو رئيس الوزراء على التصعيد في ملف الرياضة هل هذا كان صحيح؟ يعني كان حديث في هذا الموضوع احنا اعتقد الاخوه المستجوبين ماشيين في استجوابهم والحكومه متوقع ان يصعد الوزير الى المنصه. اتوقع انه يصعد. انا اتوقع انه يصعد وعلى فكره يعني حتى لائحيا الان الوزير استنفذ الاسبوعين مالته العاده يطلبهم كأجل. اذا طلبها من الان يطلب لازم موافقه المجلس. لازم موافقه المجلس اذا بتمديد. اوكي. ما يعطونه لو مثلا يعني لانه هو عطل في خذل الفرصه يعني فالريال يصعد المنصه ونسمع وجهة نظره وأنا أعتقد يمكن أكثر الناس يسمعون تعال في الرياضة إيش راح تسوي في الموضوع. عبد الله أيضا في قانون مهم في قضية يعني مرتبط في محاربة الفساد هو قانون هيئة مكافحة الفساد. نعم. وأنت لما قلت يعني تم إحالة أحمد الرماحي للتقاعد قبل الانتخابات بيومين بعد بلاغه بأن هناك مخالفات في الهيئة فمطلوب التحقيق فيها الكلام إنه على إحالة مثلا قلت فيه إحالة بعض الأمناء إلى التقاعد على هذا إجراء صحيح مو صحيح أنت بالطالب أعتقد بتعديل هذا القانون كلمني عن ماذا يحدث في هيئة مكافحة الفساد والخلل فيها لكن بعد هذا الفاصل. عبد الله لكم جديد مشاهدينا الكرام ابو عبد الله سالت قبل الفاصل في قضيه قانون هيئه مكافحه الفساد وما يجي هناك حاله يعني حاله بعض الشخصيات الى التقاعد فيها رايك في هذا الموضوع؟ موضوع مكافحه الفساد يعني اولويه من اولويات اعتقد مجلس الامه الان. احنا متراجعين في مكافحه الفساد مع الاسف الشديد. أوكي. توقع خلال اسبوعين قبل نهايه الشهر يصدر اللي هو المؤشر العالمي اللي يحدد الدول وشلون تقاوم الفساد. أوكي. متوقع ان تراجع زياده هالسنه
زين متوقع بشكل كبير. السبب بطلان الهيئة اللي صار من المحكمة الدستورية، تعثر عمل الهيئة أوكي. وإضافة إلى حل جمعية الشفافية، هذا السبب الأسباب الرئيسية. الجمعية رجعت الهيئة. الجمعية رجعت الهيئة رجعت بشكل أو بآخر، بس هي الهيئة الآن ما قاعد تؤدي الدور المطلوب منها بسبب الخلافات في قياداتها، وهذا تعثر. والسبب الرئيسي وراء هالموضوع هو القانون نفسه ولائحته. مو الوزير؟ أنا أعتقد هذا وزير جديد أوكي، والخلاف حتى قبل الوزير أوكي. والوزير يا لقى خلافات قائمة أوكي. الآن لست مع الوزير ولا ضد الوزير، لكن أنا أتكلم عن خلافات قديمة بسبب القانون وسبب اللائحة. البعض يتكلم أنه كيف توضع هذه الهيئة تحت وزارة العدل. بالضبط، أحد الجوانب الرئيسية هو أنك أنت عطيت صلاحية للحكومة والوزير العدل أوكي. هاي ليش أقول لك مشكلة القانون، عطيتهم صلاحية وما عطيت استقلالية. يا أخي هيئة مكافحة الفساد لائحتها لازم تعتمد بمجلس الوزراء أوكي. هيئة أسواق المال لائحتها وهم اللي يعتمدونها مفوضين اللي هو هيئة أسواق المال أوكي. يعني مع أهمية هيئة مكافحة الفساد هي أقل أهمية من أسواق المال. أسواق المال. لذلك إحنا الآن قدمنا مقترحات قوانين لتعديل يعني قانون الهيئة لضمان من الأشياء الاستقلالية. شفت المجلس الأخير اعتمد هيئة الأمن اللي هو يسموها اللي هي مات حقوق الإنسان أوكي، اللي هيئة الأمن الوطني لحقوق الإنسان أو كذا سموها تسمية معينة أوكي. تدري إن رئيسها يعتمد في مجلس الأمة، يعني الحكومة ترشح واحد أوكي. مجلس أمة يعتمده يوافق عليه أوكي. في حين هيئة مكافحة الفساد الحكومة تعتمدهم بالكامل. من المقترحات اللي قدمناها ان رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبة تمام، هذا بالتعاون مع جمعيات نفع عام متخصصة اللي بحثت ونظرت وعطتنا مقترحاتها أوكي. ان الرئيس ونائبة يتم اعتمادهم، يقترحون من الحكومة ويتم اعتمادهم في مجلس الأمة أوكي. يجب ان نعطي الهيئة استقلالية، يجب ان نعطي الهيئة صلاحية في التحقيق والبحث، يجب ان نعطي مجلس أمنائها بالكامل صلاحيات ان يحققون يبحثون يشتغلون. اما ان تترك الهيئة بيد الحكومة والحكومة هي الطرف الرئيسي رقم واحد المتهمة في موضوع الهدر والإسراف والفساد أوكي، وهي تحتها أوكي. يعني هذا صراحة هرم مقلوب يحتاج إلى معالجة. الآن اللي سمعته من الأخ وزير العدل ومن بعض أعضاء الحكومة إن هم ناويين يعدلون القانون أوكي، يعدلون القانون، ناويين يعدلون القانون، وشكلوا لجنة من بعض المستشارين الأفاضل اللي هو ان احنا بنعدل حتى نشيل بعض النصوص اللي سببت المشاكل السابقه أوكي. احنا نتامل انهم ياخذون بالمقترحات النيابيه في اطار التطوير. ترى هذه المقترحات هي مقترحات يعني متطابقه مع الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد، وطبقت في هيئات مكافحه الفساد والنزاهه على المستوى العالمي، وبالتالي احنا جايين ان العجله تمشي وان نكون جادين بدل لا نحط العصا كما يعني فعل في القانون السابق واللي قبله من قبل الحكومه مع الاسف الشديد. اوكي ابو عبد الله، اعتقد في اللجنه التشريعيه وافقتوا على مقترح الصوتين في الانتخاب. من حيث المبدا، من حيث المبدا تشوف الصوتين كمخرج هو اليوم؟ انا يعني اعتقد ان نظام الصوتين والواحد وحتى الاربعه ليس بمخرج زين، كحل ترقيعي نقول هو حل سياسي ممكن يكون في الواقع السياسي الكويتي عشان ما نلف وندور اوكي. زين ليش أربعة وراح إلى واحد؟ أكو أسبابه، وليش بعض الأعضاء يعتقدون الاثنين اللي ممكن يكون مقبول حتى في الواقع السياسي الكويتي؟ وأنا أعتقد القارئ يفهم ما أقصد من هالكلام أوكي. يبقى إن إذا تقول لي والله أنا شنو اللي أفضل، النظام القوائم والناس اللي عندها برامج انتخابية أوكي. وتنمون النظام الفردي شخص واحد مطلوب منه. في إصرار على تغيير النظام الانتخابي؟ إيه في توجه عند بعض الأعضاء، أنا ما أقول كلهم، بس في توجه لتغيير النظام الانتخابي أوكي. الآن إحنا في اللجنة التشريعية بحثنا الجانب الدستوري فقط ورفعناه إلى لجنة الداخلية والدفاع أوكي. الحكي كله هناك. الوزير العدل كان رد في تصريح دكتور فالح العزب، كان الحكومة لا تزال على قناعة بأهمية وجدوى النظام الحالي لا سيما ما يتعلق بالصوت الواحد، وهي متضامنة في التعامل مع هذا الموقف. وقال بالأخير هذا الموقف الحكومة التضامني، وهم تكلم على ان الهيئات السياسيه وغيرها الاحشار الاحزاب هذا ضده، يعني واللي انت تتكلم عن القوائم النسبيه قد يفسر انه احزاب بطريقه اخرى. الحكومه لا تزال يبدو انها متمسكه بالصوت الواحد. هذا الان راي مطروح، احنا مرينا في مجال السابقه كانت الحكومه تقول في البدايه راي معين ومع الايام تتغير
باتجاهات أخرى، لذلك لا نستبق الأحداث. أوكي. أنا قلت القضية فيها بعد سياسي كبير، موضوع الصوت الواحد والصوتين. أوكي. أو أكثر أي نظام انتخابي آخر، فلا نستبق الأحداث، خلونا نشوف شو يصير في الأيام القادمة إن شاء الله. أوكي. المشاركة اليوم اللي طرحتوها أنتم في البداية، المشاركة من أجل الإصلاح، وهذا السؤال يعني لبعض كان يهاجمكم من يتمسك كان في المقاطعة سواء سياسيين أو نواب سابقين، تعتقد أن اليوم الإصلاح من الممكن أن يتم في الوضع الحالي؟ ممكن أنتم المشاركة تحققون منها نتائج ولا لا؟ أنا أقول لك وأقول حق المشاهدين أن مجرد تحرك الشارع الكويتي في الانتخابات وتحركهم السياسي أدى إلى أن سمو الأمير على سبيل المثال يعني زاهر الخير يتقدم مشكورا ويتكلم عن قانون البصمة الوراثية نعيد النظر فيه، هذا فقط تحرك في الشارع. وصلت وزير العدل راح يصير أولوية تعديل، وراح يسؤهم راح يقدمون مقترح بقانون، وإحنا في اللجنة التشريعية أصلا وافقنا على إلقائه. أوكي. وإن كان راح إلى اللجنة المختصة، لكن هم بيقدمون تعديل على القانون القائم. أوكي. فأنا أعتقد فقط التحرك السياسي أدى إلى تغيير في الموقف. الآن قانون الأحداث وسن الحدث اللي كان 18 نزلوه إلى 16 في المجلس السابق، الآن الحكومة وهذا موضوع راح يناقش في اللجنة التشريعية الأسبوع القادم، الحكومة الآن موافقة على إعادته إلى 18، مع أن الحكومة هي اللي طلبت أنه يكون 16، هي اللي طلبت أنه يرجع إلى 16. ونفس الوزراء بعضهم قاعد يتغير مواقفه، مرة كان أنه لا والله الجرائم خلوه 16 سنة، اليوم نفسهم يتقدمون دراسات يقول لا والله نرجع، خلينا نرجع إلى كذا. إذن يعني باعتقادي وجود المجلس قاعد يعالج بعض الجوانب الموجودة. الآن موضوع الجنسية قاعد أقول لك أنا في طرح بإعادة الجناسي، في نقاش على موضوع اللجوء إلى المحكمة الإدارية. النائب نايف المرداس لما قال في أول تمس أن الحمد لله سنفرح جميعا بالأيام القادمة إن شاء الله، تعالى يبدو أن في الجنسية نأمل ذلك. الإيقاف الرياضي، هل صحيح أن الحكومة قاعد تبحث لمخرج رفع الإيقاف قبل الاستجواب؟ إذا تقدر الحكومة تقوم بهذا الدور تقدر، والله أنا أعتقد تقدر في بعض الجوانب تقدر. ماشي، نرفع لها القبعة، ماشي نرفع لها العقال. أوكي. إذا ترفع الإيقاف يعني هي جزاها الله خير. بس أنا أقول لك شيء، وهذا شيء يعني في العمل السياسي مزعج للغاية، إذا هي تقدر وتمشي بهذا الخط معناته الاستجواب نجح، معناتها الاستجواب نجح. هذا المذكرة تفسير بالعادة معناتها التلويح اوكي ادى الى شيء، معناتها ان راح نقدم استجوابات في الايام الجايه على الكل صغيره وكبيره، قاعدين نفعل وياهم. لكن يا اخي عالجوا مشاكلكم. انت قلت تصريح ابو عبد الله، قلت ان الـ يعني المجلس هذا سيكون يعني دور الرقابي سيكون اكثر من التشريع، لاننا في حاجه لذلك. اي طبعا، لانهم كثير احنا ترى على فكره انا اقول دائما هذه كلمتي معروفه، ان على مستوى الخليج احنا اكثر دوله فيها هيكليه قانونيه متكامله، تعديل هني إضافة هني ترتيب هني، بس عندنا. أوكي. لكن الحكي في التطبيق. أوكي. الحكي في التنفيذ، لذلك إحنا محتاجين أسئلة برلمانية وجلسات نقاش عامة ولجان تشتغل ومتابعة وكذا وغيره حتى نطلع أحسن ما في الحكومة. أوكي. أنا سألتك عبد الله قبل شوي على المشاركة وجدواها، هيك فصار في جدال ما بينك وإصدار بيانات ما بينك وبين دكتور عبيد الوسمي. أين؟ شو السبب؟ وايد يقول ان انتم جيتوا ايدتوا بيان صدرته وزاره الداخليه ضدي وايدتوا اجراءاتها. نعم. وبعدين طلع مع اخوي عمر تقيني تحدث وشرح الاسباب، وانت يعني اعتقد لما تكلم اخر مره ما رديت عليه. ليش، شنو مشكلتكم مع دكتور عبيد؟ والله يا ريت يفسر لنا دكتور عبيد شنو مشكلته معانا، لان يعني دكتور عبيد رايح ايضا عنده تفرغ علمي الله اعلم، وهو برا الكويت فجاه يجي الكويت ويعني يهاجم الحركة الدستورية. فجأة الكويت شنو قاعد تفسك؟ يعني فجأة يطلع في التويتر ويتكلم يهاجم الحركة الدستورية على موضوع من المواضيع. أوكي. أوكي. ويستخدم كلمات لا تليق بدكتور في الجامعة يربي أجيال وربي عيالنا، الكلمات اللي ألقاها. رجعنا قلنا إيش سالفته؟ إيش سالفة الدكتور عبيد الوسمي؟ شنو هالهجوم المفاجئ؟ يا جماعة كوحد أسأله، في بياناتنا ذكرنا الدكتور عبيد، ها في احد من رموزنا تكلم عليه في المكان عام، قاعد ندور ما احنا عارفين البيان اللي انت بعدين طلع البيان، طلعنا البيان ولا تصريح لي في هالموضوع اللي تحكي عنه، تصريح لي اوكي مو مذكور اسمه اطلاقا، لا من غريب ولا من بعيد ولا تلميحا ولا تصريحا، ولا قلنا اللي قاله انه والله احنا دافعنا عن الداخليه فيما يتعلق به. هو شو يقول عبيد، يقول دكتور عبيد يقول ان
صدر مثلا كان في شبكة إرهابية صدر في أصدرت الداخلية بيانها، الدكتور عبيد الوسمي رد عليها، بعد ما الدكتور عبيد الوسمي رد داخلية ردت عليه على الدكتور عبيد الوسمي أنتم صدرتوا بيان أيدتوا فيه إجراءات الداخلية، وكأنه قلتوا تعال شلون تأيدون أن البيان هذا كأنه سلمتوا فيه دون يعني التحقق منه. بالكويت ما في إلا عبيد الوسمي لما يصرح أن نضبط تصريحاته شنو؟ لا يبا إحنا حركة قبل عبيد ها وأثناء وجود عبيد وبعد عبيد إن شاء الله. زين والله يحفظه ويطول في عمره، لكن احنا يبقى الله بالخير احنا نقول وجهة نظرنا اللي نراها مناسبة. دخل عبيد وياي زميل في الأغلبية في السابق وفي المعارضة، أنا ما بيني وبينه خلاف شخصي على المستوى الشخصي، قد اختلف معاه في وجهات النظر، لكن احنا الآن إني ونقول أمن المواطنين خط أحمر وأساسي، وإن الداخلية مطلوب أن تعزز دورها الأمني في هذا الموضوع، بعدين مع ذلك إحنا قاعد نتكلم عن أهمية أن الداخلية تلتزم بالضمانات الدستورية والقانونية لكل متهم وتحترم حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين، وندعو الجميع تحر الدقة في ذكر أو نشر أسماء المشتبه بها أو عوامل دون تثبت أو دراية. يعني اللي قال عبيد إحنا رادين عليه في البيان، قمنا نقول ليش عبيد قاعد يرد عليك؟ لذلك أنا رديت عليه وقلت له اسمك ما نذكر مثل ما قلت أنت، وحسبها بالتوقيت أن أنتوا رديتوا عليه بعد ما الداخلية ردت عليه. حلال شه التوقيت ما التوقيت؟ قلت لك أنا أقول لك ما هو الشخص الوحيد بالكويت ولا لا، أنا الشخصية اللي بقعد أنا بجابله على تصريحاته ومو تصريحاته، هو وشأنه، هو عنده مشكلة مع الداخلية يتعامل مع الداخلية ويروح يرفع عليهم قضايا، من حقه أنه يقوم بذلك، والداخلية عندهم ممارسات خاطئة بعد، إحنا ما ندافع عن الداخلية، لكن بنفس الوقت الأخ عبيد تجاوز أخطأ في حق الحركة الدستورية. أنا أحط علامات استفهام على توقيته وطرحه. شنو توقيته وطرحه؟ شنو علامات استفهام؟ أنا أحط علامات استفهام على طرحه اللي يطرحه أحياناً ويهاجم الحركة الدستورية، مع أن الموقف هذا قيل من أطراف أخرى موجودة في الساحة أوكي لم يهاجمها عبيد الوسمي بل سكت عنها. أنا سألوه، أنا أقول الشعب الكويتي اكتشف أن عبيد قال كلام خاطئ، أنا قلت له اعتذر، اعتذر للحركة، قال ما راح، واجب عليه أنه يعتذر للحركة زين، لأنه قال كلمات غير سليمة وغير صحيحة وما تليق أن تنقال من دكتور مربي أجيال أوكي. لذلك إحنا يعني أنا في البداية اعتقدت أن الموضوع خطأ ورح يقول أن هذا خطأ سكت عنه، لكن لما شفت العبارات والكلمات واستمراره في يعني الهجوم والإساءة، لا والله هذا الكلام ما يليق يطلع من دكتور ولا يليق يطلع منه، وأرجو أنه هو لا يكون أداة عند الآخرين. أداة؟ غد يكون هو أداة، ما أدري عنه. لأي هدف؟ الإساءة للحركة وغير الحركة. شو الهدف؟ هذا اللي لازم يسأل، لأنه هو عدم رده وسكوته وعدم توضيحه لما قلنا له اسمك مو موجود، وإن إحنا تعاملنا مع موضوع المشتبه فيهم وأسماءهم حقوق الإنسان، ما رد على هذا الموضوع وسكت وصمت. أوكي أنا كنت أتابع حسابه في التويتر وسكت عن هذا الموضوع، لذلك تستغرب مثل هالتصريحات وهالعبارات اللي تصدر مثل من الدكتور. عبد الله بأختم معك في قضية الجلسة الخاصة اللي أنت طالبت فيها في قضية الوضع الاقتصادي وثيقة الصحة، أنا معي خمس دقائق بس، شنو تقدرون تقدمون بعبد الله؟ خاصة اليوم الحكومة يبدو في نوع من التجاوب أنه راح يغيرون يبدو في وثيقة الإصلاح اللي كان الكل منتقدها، شو راح تقدمون في هالجلسة؟ أنت تحديدا شو راح تقدم؟ الوثيقة الاقتصادية من قضايا المهمة جدا، وهي تتناول يعني محاور رئيسية في موضوع يعني الدعوم، في موضوع تنشيط الاقتصاد في القطاع الخاص، في موضوع الخصخصة، في موضوع الضريبة، في موضوع القطاع النفطي وغيرها من القطاعات. مشكلة هذه الوثيقة إن ما لها توقيت ولا خطة زمنية معروفة عندنا تمام، بالتالي شلون أنا أراقب الحكومة إذا ما كان عندي خطة، ولا فيها توجهات عامة رئيسية في كل قضية من القضايا. شنو الخصخصة المقصود فيها؟ وين رايحين في الخصخصة؟ برنامج عمل حكومة اللي قدم توا ما يعطيكم بعض؟ لا يعطينا هم عناوين، هذا برنامج الحكومة عشان ما نروح هذا المواطنين ما يروحون بعيد. والله كانت معي، ما ادري وين كان معي، موجود زين. هذا برنامج حكومه، هذا برنامج الحكومه، تجيك تتكلم عن هم خطوط عامه. انا قلت حق الاخت هند الصبيح، قلت انا البرنامج يعني اسمحي لي اخت الوزيره يعني فيها عناوين، لكن الشيء الإيجابي في الموضوع هالمرة إن أنتوا تحطون أدوات قياس. أوكي أنا بس أقول لك شغلة، أنا كتبتها في أكاونتي في تويتر، إن تحويل هم طالبين تحويل وزارة الكهرباء إلى هيئة، و
ووفقا لقانون يعني 95 لسنة 95 الحكومة الآن من خلال هيئات والمؤسسات تستطيع زيادة أسعار الكهرباء دون الرجوع المجلس. تحويل الهيئة، هل معنى ممكن الحكومة راح تبي تتحكم بأسعار الكهرباء كمخرج؟ قد يكون هذه الخطوة، لذلك احنا بنستوضح منها. عندنا وايد تساؤلات، انا حطيت 12 تساؤل في الطلب المقدم. انا اعتقد ان 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 على الحكومة ان تسعى لتجميد موضوع الدعوم، رفع الدعوم، لأن الحقيقة الحكومة ضيعة في أولوياتها. أوكي، البنزين ماشي. البنزين اليوم 75 لتر ما شفنا حتى البدل. أنا أرى أن ما يعني خلينا نقول تستفيد منه الحكومة ويكون مردود بسبب موضوع البنزين أو غير البنزين ممكن الاستفادة إذا هي أحسنت التصرف في المصروفات الأخرى في الأبواب غير الباب الأول، ما اللي هو باب المرتبات هذا، في أبواب أخرى في المصروفات التشغيلية والمصروفات الأخرى اللي موجودة الخاصة لو أحسن إدارتها واستقلالها ما تحتاج تروح إلى مسألة الدعوم والمواطنين. لذلك الآن أنا بسأل الحكومة وأقول لها إيش راح تسوي أنت، شنو سويتي في موضوع تخفيض نفقات الأجهزة الحكومية؟ شنو سويتي؟ كان في وفرنا مليار ومئة وين؟ ما شفنا شيء. أنا بعرف تيني تقول أنا عندي خطة عمل علي، أنا عندي خطة عمل، الوزارة هذه راح أنقص بنسبة كذي، أنقص نسبة كذي، أكو نثريات كثيرة. أنت تو الحين مو لجنة الميزانية في مجلس الأمة قالت في عند وزارة الداخلية في مليونين دينار نثريات، إحنا ما إحنا عارفين، وملاحظات ديوان المحاسبة موجودة. 23 مليون بند هدايا وكذا وغيره، علامة استفهام كبيرة. وزارة الإعلام عندها مبالغ كبيرة قاعد تصرف على بند الهدايا وما الهدايا. أوكي فهمنا إن أكو هدايا حق بعض الإعلاميين برا الكويت وما ادري ايش وشغله من كذي، بس ما توصل المبالغ هذه الكبيره. في علامات استفهام على عمليه الصرف اللي قاعد تصير واللي احنا محتاجين ان نعالجها. هني انت ما تروح حق المواطن عشان تمس جيبه وتاثر. تدري شنو من المشاكل بعد اللي اكثر؟ زين الحين مو رفعوا الدعم عن البنزين وراح يزيد الكهرباء في الاستثماري والتجاري والصناعي، قدموا بعض النواب اقتراح بالغاء هذه الزياده. انزين انا اتكلم، انا قاعد اتكلم عن الالغاء او التجميد، لكن اكو جانب مهم. انزين انت لما سويت هالاشياء شو اللي صار في البلد؟ صار عندنا تضخم، صار في عندنا ارتفاع اسعار. انت مستعد لك كحكومه تقدر تضبط عمليه رفع الاسعار؟ نعم، كان دكتور خليل عبد الله مساله بالخير في حلقه الماضيه قال احنا في الاجتماع مع الحكومه لما زادت اسعار البنزين وزير الماليه قال لنا نحن ما درسنا اثار ارتفاع البنزين. انزين يلا هذه بعد العد، يعني هم ما درسوا. والوزاره التجاره انا قدمت سؤال كبير عن حمايه المستهلك وعن جمعيه حمايه المستهلك للحكومه، للحين تمنع قيامها كجمعيه نفع عام. تمنعها مقدمين اكثر من طلب تمنع، مع انه منصوص عليها في القانون وفي اللائحه الداخليه مت قانون حمايه المستهلك. انزين ايش راح يسوون؟ باكر الاسعار كلها تقب وترتفع. فيعني اكو جوانب، انت تي وثيقه اقتصاديه، زين ايش راح تسوي انت في القطاع النفطي؟ المورد الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى هو في مرتباتنا صحيح. ومصاريفنا لا هو بس الاستثمارات يعني. ولا عندنا قطاع خاص ناشط بسبب دور الحكومي في التعاطي مع القطاع الخاص، ولا عندنا سوق اوراق ماليه الحقيقه نشط وشوفه شلون متراجع بشكل كبير. عندنا القطاع النفطي، ايش راح تسوي بالقطاع النفطي؟ شلون راح تطور المنتجات النفطيه؟ شلون تقدر تجيب لنا فلوس اكثر من خلال القطاع؟ عبد الله انا استمتعت في هذا الحوار معك، الله يحفظك. بعد يمكن صار لي سنه يمكن ما تقابلت وياك. من زمان عشان شيء مشتاقين حق بعض. الله يسلمك، مشتاق العافيه. ابو عبد الله ختاما، ماذا تقول حكومه نواب مجلس شعب؟ انا اعتقد احنا في مرحله انتقاليه، انا بكون صريح مع المواطنين والمشاهدين الكرام، احنا في مرحله انتقاليه بعد انقطاع، يعني انا على مستوى الشخصي واخرين انقطعنا عن المجلس او خلال في السنوات الماضيه، ولذلك يا المجلس هذا الان الامال والطموحات عليه كبيره، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ونكون ان شاء الله قدر المسؤوليه. لكن هذه الطموحات تحتاج الى شغل، تحتاج الى بحث، تحتاج الى جهد اكبر، تحتاج الى تاني. اوكي، وانا اعتقد في مجموعه وفي ثله كبيره داخل البرلمان اوكي حريصه على الانجاز، حريصه ان توصل الى نتيجه معينه، لانها عرفت يعني ممكن المجلس ينحل او كذا او غيره، ممكن نرجع الى الساحه. لذلك طموحات الناس وتطلعاتهم ان نوصل الى نتيجه. الامر الثاني وهو امر انا قلته في جلسه الردع الخطاب الاميري، لا يمكن ان نستمر دون تطوير الحياه السياسيه الكويتيه، ما ممكن نستمر دون تطوير الجانب الاداري والاصلاح الاداري. إذا بنعالج موضوع التنمية، الصحة، الإسكان، التعليم وغيرها من هالقضايا، إذا ما كان في عندنا إصلاح سياسي حقيقي
وإداري بخطوات ملموسة ما راح نوصل إلى نتيجة وراح نظل في التعثر. نسأل الله إن شاء الله أن تكون يعني تطلعنا هذا في مكان الصحيح، وإحنا بعد الله سبحانه وتعالى واثقين بدعم الشعب الكويتي. مشكور أبو عبد الله لتلبيتك هذه الدعوة، إن شاء الله نلتقي معك في لقاءات أخرى بإذن الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة، لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء.